اليوم معاي شخصيتين مو بحبايب مو متزوجين لا اخوات وفي بزنس مع بعض فآية موناز مرحبا. 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 مرحبا مرحبا starting a business نص like خناقاتنا بتيجي من قد ايه احنا بنحب بعض وخايفين على بعض we're very بزياده what I this. Well, yeah. <laughs> this is a very intense question. Yeah. And then I them, I'm like discussing my private life. This is me out of my comfort zone. Yeah. Oof, Anna, the thought of it is uh, is getting me very emotional here. And I promised the kids at the office I won't cry, so I won't. Uh, yeah, no. <laughs> it's very intense. يا جماعه قبل ما تفرجوا الحلقه هذه ما لايك واشتراك بالقناه أه؟ أه؟ اليوم معي شخصيتين أول مرة نجيب أخوات ولكن حتى يشتغلون مع بعض فرائدات أعمال فكنا محتارين من كيف نجيبها مو بحبايب مو متزوجين لا أخوات وفي بزنس مع بعض فآية مناز مرحبا مرحبا, مرحبا. <applause> هلأ. ف... يلا آية okay. What is one of your most cherished memories of us together since we were kids? إيه هي أعز ذكريات لينا وإحنا صغيرين؟ um, <coughs> I think uh, علشان إحنا قريبين أوي في السن من بعض childhood عامة معايا أنا وإنتي is, is فيها memories كتيرة بس specifically الـ um, الفورتس اللي كنا بنبنيها في البيت وفي الأوضة والكاسلز وال The imaginary world that you and I were living in definitely is, uh, is my favorite memory of us when we were young. But, sorry I have to say it. There a day when I decided that I wanted to build a fort So I took the mill and built a castle in the room. And we used to share a room together. So I told her, I'm sorry, you can't build a fort here today, it's my time. I left. شمعتين and it's the first time اعمل حاجه كده وسبت الاوضه ثلاث دقائق ورجعت هو ما كانوش ثلاث دقائق هي دخلت حمام for 10 to 15 minutes you هاف تو سي حمام in on air وانا كنت قولي حمام حمام راحت الحمام اوكي وكنت بتفرج على الفورت اللي ممنوع اخش جوه ولقيته بيولع سبحان الله انتوا الفورت كنتوا تسوونه بقماش فوق ولا لحاف؟ قماش ومشابك عشان شيء فنزل على الشمع فهي حطت شمع ما اعرفش في ايه فمسكت في المرايه فولعت الحمد لله ف... وهي لسه جوه الحمام فطلعت اجري على بابانا ترى انت يمكن ما تعرفين القصه يمكن يوم انتي رحتي الحمام عشان انتي ما دخلتيها هي ولعت الخيمه لا سبحان الله يعني إيه إيه إيه. odds اليوم الوحيد اللي انا اقول لها سوري يو كانت يوز ذا فورت ولعت ما تعرفين يا ريت في سي سي تي في عشان نشوف اقول عليها ما. وهي لعب اللعبة ان هي بريئه ومسكينه زعلانه تشوف اه وهي وهي صغيره كان شكلها غلبان قوي فرحت تجري على الكرة بابي طبعا يو نيفر نو لازم نشك فيها <تصفيق> 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 What is the most difficult memory of us together that you wish you could forget? ايه هي اصعب ذكريات لينا نفسك تنسيها؟ uh, مرينا بوقت uh, من ثلاث اربع سنين او من ثلاث سنين مم. كان very stressful في الشغل <applause> وكان كان وقت صعب قوي فده كان وقت عازم سي صراحة <تفضح> <تضحوا> ما قالت شيء دام تعطونا شوي اكثر يعني let's just say انه family and business صعب اكيد it's a blessing 100% بس أم اموره اصعب فمش هقدر اقول انه it's a curse and a blessing بالعكس it's always a blessing بس بيبقى في <تضحوا> bloodline related connection <applause> بيبقى في ايموشنز إيه إيه زياده وطبعا بزنس ب emotions كثيره ما ينفعش ف it was a time our family uh, very stressful ما بين ايه الصح اللي يتعمل والصح هنا very subjective عشان في صح اللي بيطلع من القلب وفي صح اللوجيكال logical وفي صح الراشنال ف عن أن مهما انت عملت حاجة صح في حد هيشوفك غلط ف كانت صعبة عليا انا علشان اختين از نوت جاست يعني ليا هي وهي brand بس هي علمتنا life lessons كبيرة وثقيلة at a very young age early on ف افتكر ده فعلا امامي انا وايا بنحاول نمسحه ترى انا انتم اختين ونحن عندنا بوخش براذرز اللي هي الشركه اللي تنتج الاخين انا وحارث ف دائما هالسؤال يتكرر يعني واتوقع حتى الجمهور عندهم فضول انه هل اقدر اشتغل مع أحد من العائله؟ هل اقدر اشتغل مع اعز اصدقائي؟ والجواب صعب جدا يعني انا انا معاكم في هال في هالموقف انه ما اعرف شو اجاوب الشخص اللي يسالني اسئله عشان انت قلتي قبل شوي قلتي مرات نعمه اذا الشراكه مشت بس عادي تكون نقمه واظن نسبه انها تكون نقمه اعلى عن نسبه انها تكون نعمه يعني اقدر اقول من عشر اخوان لو خلينا نستعمل النسبه اقدر اقول من 100 اخوان 10 منهم بينجحون في الشراكه في بزنس الباقي بيتضاربون بيتخاصمون في مشكله على الفلوس مشكله في الاراء في اسلوب الاداره فما اقدر انصح حد فيه بس اذا كانوا من 10% بيطيرون عشان الولاء والتكاتف اللي بينهم والحب والثقه و... والتربية كمان هي هي مم. هي مش فكره بس فاملي هي ممكن تبقى فاملي تمشي حلو وتمت... وتمشي وحش بس يعني لما تمشي حلو مش عشان بس فاملي هي البني ادم اللي انت بتشاركه سواء بقى يكون اخوك قريبك هي البني ادم ده تعرف تشاركه اه لا ف اتس نوت جاست ذا ليبل اوف فاميلي هي ذا بيرسون ف فده اللي انا يعني ممكن اشارك اختي ممكن اشارك اي حد من العيله تانية بس اتس ذا بيرسون ذا اند اوف ذا داي هو صعب في مره شفت واحد في الشارك تانك قال if you want to be a good entrepreneur you should be ready to fire your mother <تصفيق> <تصفيق> بس انا معه. يعني يمكن تقولي انس انت هاي راي قاسي انا مع هالمنطق عشان اذا واحد ما قادر يطرد حد من انا اطرد اخوي مثلا المفروض ما اطرد اخوي ليش هذا ما اطرده بس قصدي اذا مو مستعد على المفروض اقول انا انا اقبل ان الشركه هاي ما بتتطور كثير خلاص يعني ما بنوصل لليفل الاعلى والاعلى والاعلى عشان انا بتغاضى عن القصور اللي جاي منه انه هو ما يقدر يؤدي ما يقدر يوصلني وانا ما ما حاسبه خلاص انس لا تكون طموح وايد نقول انا انا راضي بس لا تقول تبغى توصل للعالميه ومش قادر تطرد حد ما يؤدي ولو تروح تبحث ثاني بداله بتوصل لمراحل اعلى فكرائد اعمال حسب شو الطموح وشو شو الاهداف أه. أه. او حسب الشخص يعني هي بترجع للش... للشخص وبترجع ل مش بس طموحاته عشان ممكن حد يبقى طموحاته كبيره قوي بس الانتنجنس بتاعته مش ماشيه مع طموحاته فما يوصلش لطموحاته وممكن حد الانتنجنس بتاعته تبقى فيري بيور بس طموحاته على قده فاخته او قريبه اللي مشاركه طموحاته اكبر فيشدوا لفوق ف انا بالنسبه لي انا وايا دايما وي بيليف انه الشركه بتنجح اما الانتنشنز بتبقى صح يعني with intentions برضو what's best for the company بالظبط mm. when you think of it as a separate entity and you don't link the people in it as in بطريقه اللي هو اوكي يعني انا هعمل uh, ده عشان مثلا ده مش مش صالحه الشركه mm. فما ينفعش اقول طب انا هعمل له اعتبار عشان اكس هي دي التين thin line اللي هو ما بين family وال professionalism. What's best for the company at the end of the day؟ لو اخذت السؤال مو من ناحيه العمل ولكن اصعب ذكرى شخصيه بينكم انتوا الاثنين مو بشخصيه يعني انت بنفسك ولا هي بنفسك لا انتوا مع بعض كنتوا في موقف شخصي تبون تنسونه. انا عذبت اختي. بصراحة لا مش هو مش تبين تنسينه لا يعني موقف موقف صعب تقولي يا ريت ما مرينا هي she's been through a lot with me helping me and I personally got out of a lot of things I have faced personally ف والفكره في انا وايه which I'm not saying it ب ب من حته corny or it's actually really ده يعني هي she's my other half فعلا our friends are the same mm -hmm. uh, we have the same group of friends uh, كل يوم الصبح في المكتب مع بعض uh, we still live on the same floor انا وهي mm -hmm. we're very attached to each other ف when, أما هي بتعدي بحاجه بتبقى اصعب عليا عما انا بعدي بيها person mm -hmm. والعكس تماما فنص خناقتنا بتيجي من قد ايه احنا بنحب بعض وخايفين على بعض فما في فيه ايه معلش لا بتبقى ايه ليه عملتي في نفسك كده؟ نحن بزياده mm. فالفريند شيب اللي عندي انا وهي سلاح ذو حدين قوي mm. عشان ودايما نقعد نقول لبعض احنا are we being friends now or are we being sisters? عشان if we're بينج friends now then you're not being a good friend you're being very tough. If you're being a sister, okay انا فاهمه where mm -hmm. you coming from because انتي انت قلبك عليا بزياده. ف it's like احنا عندنا من واحنا we're kids we're very private, very sheltered and uh, في خط مش بنخلي حد يخش يعديه معايا انا mm -hmm. وهي ويمكن I'm actually I cannot say I am more overprotective. protective عشان <laughs> lately I realize <laughs> no. <laughs> وحش صغير يعني ف <applause> <applause> اي فأم... think اني ثينك هي شي هاز ونت ثرو اون ا بيرسونال ليفل اند وايس فيرسا عدت علينا صعب عشان هي ما عدتش علينا لوحدي لا هي عدت علينا احنا الاثنين we're that كونكتد يعني تفضلي <applause> اشوف الدقيقه <applause> سهلة hey, إيه؟ ولا في سؤالين، السؤال الأول تجاوب اوكي بعدين نسألي السؤال اللي صعب ولا سهل؟ لا. What has changed the most about me since we were younger؟ You were very sheltered واحنا صغيرين. Extremely. دلوقتي she is life of the party. عكس؟ عكس. لا والله. But I still am in a way. يعني I'm an introvert. وبعدين اكتشفت كلمه جديده ان أم بي بيرت ايوه يعني be نص نص <applause> اه نص نص عندي الاثنين بس اي واز فيري شالترد هود فيري شاي جروينج اب يعني مونيز نوت شاي ات اول ات اول يو كان اماجن حتى جروينج اب يو وود اولويز فايند مي كوايت ومونيز هي اللي دايما تخش وصوت عالي <applause> وتدي سبيتشز Except first place with speeches with muscle mm. like a diamond. I'm the quiet one; she's the loud one. And we have that from our parents. And I'm like my mom is and my is exactly like my dad, carbon copy mm. in terms of like traits and personality. But definitely when I was younger, because we're And then I also now I'm like discussing my private life. This is me out of my comfort zone. Mm. <laughs> Completely. Uh. <laughs> <laughs> okay. Um, but yes, yeah, like you're you're. ير ورده فتحت حلو امم okay. يعني ما كنتي ورده قبل لا كنتي <applause> ورده بس مش مفتحه لأ كنتي ورده صح صح قفل على نفسها اند وزعت حلو. وزعت بقى. حلو uh, طب وات هاز ستيد ذا سيم قد ايه انت حقيقيه يور فيري ريل يو ار فيري ريل هيومن بينج ثانكس مونتي اتش از ترو شو سميتيها؟ مونزي مونزي بس نكتينج بتطلع مختلفة يعني. اوكي. She has اوكي. honestly do you think families should do business together? سؤال سؤال واحد. اوكي. بصراحة تفتكري إنه إنه القرايب المفروض يدخلوا في بيزنس مع بعض سوا. امم <ت version> I briefly in the first, but I definitely for I'm for family businesses only with the exception when you know who you're partnering with if you know your sister or your brother or whoever in your family you know them really well you know their intentions they share the same vision they mm. have the same appetite of growth for example uh, and all of course trust 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 the thing in it. then of course you will start this business I mean, it's just like a healthy state only if you know that person you're partnering with because mm. starting a, a business together is like choosing who you'll marry mesela. it's this you need to start on a, on a way that you know you're going to partner with this person so if you know these traits but a family or a stranger definitely start ده ما عيب شكلك مش ما تتفقين؟ لا لا اجري yeah. انا بس جالي كده فكره في مخي بس نبي معلش قولي الفكره عادي <applause> نقاش هذا لا كنت بفكر انه وين يعني كان اخ واخت ما يعرفوش بعض ف اكشلي جوت مي ثينكينج اوف امتى الانسدنت ان الواحد ممكن ما يبقاش عارف اخوه أوه? وايد وانا بشرح لك انا اليوم لو حد لين يومك هذا حد يقول لي انس مثلا هل انت تعرف هالبنت شو رايك تزوجها ولا لا؟ ولا واحدة خلينا نقول عائلة تتصل لي تقول أنس هذا صديقك نشوفك دائما معه هو متقدم على بنتنا شو رأيك فيه ينفع نزوجه يعني أقول أنا ما أعرفه كزوج ما تزوجت الصراحة بس بصراحة أنا ما أعرفه كزوج صح أوكي أعرفه كصديق ويمكن هو رهيب كصديق وأسوأ زوج في الدنيا فنفس الشيء الأخو ولا الأخت عادي يكونون رهيبين ويضحكون اه بس كبارتنر بس انت بس تعرفينهم آه. كاخو ولا اخت ولا مره دخلتي وياهم بزنس لا انا قصدي فهي تقول you know لي هي شو قالت يو سيد سمثينج فيري امبورتنت قلتي يو ريلي نو ذم يعني مو بان اعرفه كاخوي ونطلع ونستانس ونتونس لا انت تعرفين عاداتهم هل الانسان منظم ولا مش منظم هل الانسان مسؤول ولا مش بس مسؤول بس ذاتس ماي بوينت دونت يو اوريدي اف يور براذر اور سيستر يو اوريدي نو ذم لا لا صح بصي مش مش يعني اه يو نو ذم بس يو مايت نوت نو ذم في الكونتكست بتاع صحيح. مثلا بزنس وكده انا ذا سيم تايم يو وود بي برضه يعني سربرايزد ان مش كل حد العلاقات ما بين الاخوات بتبقى سوبر كلوز از يو وود ثينك وي هاف ا فيري سترونج ريليشن شيب صحيح ذاتس ترو يعني بزياده فمش كل حد عنده العلاقه دي اه انت تعرفين كم عائله انا اعرف متخاصمين لين يوم او على ورث او على بزنس او ما يكلمون بعض Oh. وايد وحتى في مصر وحتى في الامارات وحتى في الخليج وايد يتخاصمون فلا تاخذون انتم كمقياس للباقي <مم. مم>. بس تعرف انه دائما اما انا وياك كنا بنسافر باريس وكده يجي شو رومز يعني للشغل كان دائما دلوقتي فكرت في موضوع كان يقولوا لي انا وايه مثلا اه جيرلز انا عايز اي ونت تو جو باك هوم اند فيزيت ماي سيستر ذيس ويكند اي هافنت سين هير ان 6 مانثس It hit me now, maybe because I'm so into. Uh, you're, you're, so, uh, you're so much attached to the you're so. Keda me and you, or our Muhammad our brother if, uh, You don't see in the sometimes in some situations. Yeah. Not everyone is as right. close as we are. صحيح. Less it. Do you think we're closer now that we're sisters and business partners, or are we closer when we were just sisters?

فمريزه ما كانت بترسم في الاوضه عندها نو ونز الاود ان هير روم اكسبت مي هي بتقول ايم هير ميوز فنقعد مع بعض وانا اقول لها طب احنا لازم نعمل حاجه في الموضوع ده لازم ليتس جيت انتو انتيريور ديزاين مثلا وي اولويز ستارتد وي هاد ذيس ديسكشن اوف دوينج سمثينج توجيذر من واحنا في المدرسه من ايام الفورت بنام فوق فكان دايما اللي حرقتها بالظبط اللي حرقتها او حتى يعني تخيلي تطلع <applause> القصه <جيب> تشي <applause> وانت وكل هالسنين تفاكرين انها مسكينه انت اللي غلطتي <applause> وهي هسه تولع فيه يا رب احرقها مره ثانيه اعزميني على هذا انا مش <applause> <عزميني على> <applause> حرقتها اكثر من انه لا طبعا ماي داد يو لوك خلاص الواحد بيخاف احرقها ليه؟ فلقيتها واقفه لا هي مش موجوده اصلا انت انت قاعده الحمد لله راحت على الحمام انا براوي بابي As sisters, we were always close. We had this intention together, and we're gonna do something big. So I, I would say I'm blessed that we're, we're doing business together because we were staying close. So, I get to see her in the morning, and then come on at night. We live in front of each other, so, I still, we're still close in terms of after hours, after work hours. So, even if one day I live in a different place, not different country, but I mean like different place in terms of <laughs> I won't let you neighborhood in a different country. Country. we would still see each other in the morning mm. because of work. So. so, I do feel like we're blessed in yeah, it got us closer, Akid. Yeah, yeah, definitely close. Mm. Okay. What is the best compliment I have ever given you? you know, كنت لسه بفكر فيها 3 days ago uh, في الفرح اللي رحناه اول جيتي قلتي لي منزي إيه, انت عارفه انت ايه؟ حت... انا حاسه ايوه كونه فقلت لك ايه؟ قلتي I can't call you an angel because at the end of the day you're a human but you are a human. So <laughs> I think it was the best compliment you've ever given me. I've given her this compliment because منىز قلبها كبير قوي ولو حد قدامها يعني يعني تخيل مثلا اوحش بني ادم ممكن تتخيله في حياتك قدامها مناز هتبص عليه بطريقه مش اي حد هيبص عليه او هيبص عليها. ف her heart is so big and she's so compassionate that I would define her as a human. Which is so true. <laughs> <laughs> but it's true, but it pisses you off sometimes. I can't. <laughs> <laughs> no, that's, that's it. Oh, sorry. There is. Oh, there yes, is. There is. Mm. What's the most hurtful thing I've ever said to you? <laughs> <Oof>. Um, how <laughs> i think the most وجعتيني uh, فيها uh, is when you have um, there's not a specific incident عشان انا i promised myself ان انا i will let go of uh, memories بتضايقني من الناس عشان I, ما شلتش من حد بس بيضايقني ساعات ان انت um, sometimes you misinterpret my intentions you look at the actions and not Why the intent? Because the intent is very important, Ash, and actions are very subjective to see. Um, and I feel like it's your own uh, fear of something, or your own, for conception of something, that's my intentions. you attacked me for something, because of an act I did بس أنا نيتي كانت عكسها تماما I think this is what hurts me the most في دي مش عشان أي حاجة بس عشان I would assume إن, إن انتي أكتر واحدة على الأرض you know that I've always had the purest intentions even if I act differently يعني yeah. but بس. بس أي specific moment آه. الحمد لله last year I I control all delete كل حاجة لكل <laughs> حد <laughs> عندي انا سؤال yes. بس انت قلتي انت حكمتي علي من افعالي مو بنيتي ومفروض تحكمين على نيتي النيه اول شيء شيء سر يعني داخل عقلنا صعب الا لو انا اقول نيتي كذا بس عموما الناس يقولون احكم على الشخص من افعاله مش والله كان يعني اخر شيء الفعل هو ياس يحكي مثلا ولا ياس يوصف هالشخص فانا هل بغيت افهمه يوم انت قلتي ده انا انت قلت مع الافعال ما <applause> this is where most of our arguments مش we fight live because a stories of بتقول لك like I'm very compassionate okay that doesn't mean ان انا I'm gullible uh, ولا معناه انه I'm naive ولا معناه انه انا بسامح ال bad actions بتاعت الناس عشان obviously انا تعبت في حياتي كتير قوي من this way of living عشان <applause> i allowed كتير قوي تاذيني و في نفس الوقت a lot of people saw this trait as weakness او اني مش مقيمه نفسي او ما عزيزه نفسي او حتى مش نايف او اضحك عليا which is not true انا i'm a firm believer انه في حاجه اكبر بكتير من الفيزيكال وورلد واكشنز هي بارت اوف الفيزيكال وورلد مم. Mm. اوكي okay. mm. فاما حد مثلا بيأذي حد that's on a physical dimension بس there's something above it طب هو الانسان ده اذى لي الانسان ده قال كده لي mm. مش يمكن كان طلعت غلط من لسانه بس قلبه كذا ف I believe انه the closer you are connected to the creator of things in my case it's god مثلا بتشوف الحكمه وبتحس energetically اللي قدامك نيته صافيه ولا لا <applause> you just feel it وهي ربنا خلق فينا حاجه انيت زي الفطره بتعرف الصح من الغلط زي ما خلق فينا gut feeling instincts بتحس ف I know إن مش كل حد very connected مع الحتة دي فبالتالي الناس ال ال want to be connected to this side بيتشافوا as weak or or gullible or naive or whatever فمش شرط actions م... م... reflect intentions عشان كده في ناس تلاقيها على طول عماله بتخبط يمين وشمال بس ربنا مبارك لهم فييجوا <applause> يقولوا ناس تانيه ده محظوظ لا مش محظوظ ربنا عارف نيته ايه وربنا رب قلوب يعني عارف الشخص ده جوه قلبه ايه ممكن يبقى هو عنده تانترم عشان عنده تروما مثلا او انسكيورتيز وربنا غفور رحيم فلو ربنا بيغفر لاي حد احنا كمان مش شود اولويز جيف a reason تو justify اللي قدامنا بيعمل كده ليه رحمه يعني مش اكتر تعرفين سبحان الله مرات الشيء تركب على بعض اليوم شفت فيديو مقابله مع واحد كان في عصابه في لوس انجلس ويتكلم كيف ابوه كان وايد يضربه يقول ابوي كان خمير ويضرب امي ويضرب اخوي ويضربني انا طول الوقت فيقول من عمري 12 سنه دخلت العصابه بعدين دش في مركز لتاهيل الشباب عشان كان صغير ما يدخلون السجن بعدين كبر طلع سرق ما ادري شو خطف ما ادري كيف دخل السجن طلع بعد ما يعني كل ما حياته كلها سجون ومراكز تاهيل فيقول يقول انا كنت اكره ابوي اكرهه اكرهه يعني كنت انتظر يموت المهم يقول لين ما ويقول امي كانت كل تقول لي ليش ما تي الكنيسه؟ يقول لا انا بوذي انا ما اؤمن في رب. ويقول كان يقول كان دائما يقول بعد تسكت تقول لي مره وتسكت. يقول لين ما يوم كنت انا ماشي قالت لي ليش ما توصلني الكنيسه يوم الاحد؟ فقال لي بس ما بدخل ها؟ لا تخليني ادخل انا ما انا انا بوذي كان يقول لها. قالت لي اوكي فوصل آه الراهب ما ادري شو يسمونه طلع قال له في عندنا اكل داخل ويقول احلى اكل عندي كان عندهم طابخينه. مش اصير ولا ما اكل فالمهم يقول لي جلست وياه قال لي انا بالملخص المفيد ما اتذكر التفاصيل بس الفيديو وايد حلو قال قال له ليش انت مثلا ما ادري شو ساله ما ساله عن الدين ما ساله عن ولا شيء قال له مثلا كذا 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 ابوك قال هي اكرهها قال له المفروض تتاسف له قال له نعم يعني ما عيب ابدا اسلوب الراهب يوم قال له المفروض انت تسامحه وتستسمح منه قال له على اي اساس هذا ضربني هذا ضرب امي هذا سكير هذا كذا كده. فيقول له انا اقول لك لو تثق يعني بالملخص المفيد لو تثق في نصيحتي مفروض تسامحه فيقول الحين تطول على القصه بس بقول لكم قصه حلوه فيقول اتصلت حق ابوي يقول من اغرب يعني ذا موست اوكورد فون كول يقول اتصلت لك قال لي ترى انا ما عندي فلوس اعطيك م. قال انا مش متصل لك حق فلوس انا بشوفك قال لا قال عندي شيء وايد مهم ابى اكلمك انا ابى اشوفك واكلمك اوكي يقول رحنا في مطعم جلسنا انا وهو جدا يقول من اغرب الطلعات انا اشوف اللي هو يطالع ما حد قادر يشوف حد في عينه فيقول اتس اوكورد يعني وايد الموضوع غريب اخر شيء قال له انا بس ابى اقول لك أنا صدق صدق يعني بابا أنا صدق آسف أن أنا ما كنت ولد زين أنا بعت مخدرات أنا كنت في عصابة أنا كذا 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 فلازم أرسل لك الفيديو وفي الفيديو يبدأ يصيح وهو يقول القصة فيقول أبوي طالعني قال لي أنا آسف عشان كنت أبو فاشل وضربتك وكذا كذا 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 المهم ويقول يعني لو أنا ما وثقت في ال البابا ولا الراهب ما ادري شو يسمونه في الكنيسه انه قال استسمح من ابوك واخذت المنطق المنطق كان يقول ان انا مستحيل اتاسف ما لي حق ما لي حق اصلا اتاسف له بس يقول انا تخليت عن هالشيء وقلت يلا كومباشن <applause> على قولتك هل ما خل اتعاطف مع ابوي واقول له شيء انا مش مقتنع فيه ولكن خل اجرب فيقول بعد هاليوم علاقته ويا ابوه السماء وارض عشان استعمل الحب واستعمل التعاطف فانا ليش اقول القصة هل ابو كان يضرب ولده بس طبيعه الانسان مش مفروض يضرب ظناه غريب كيف انت تكون تضرب ولدك الحين هل هذا الابو كان ينضرب قبل هل عنده صدمات وتراما مثل ما انت قلتي انه يمكن في جانب ثاني لهالقصه وفي هاللحظه ولد صار عند ابوه يوم قال له انا اسف انك كنت ولد عاق يعني هذا كان اللي انت تقولينه صح انه يمكن في سبب انا ما اعرفه يمكن في انت قلتي لو شافت أسوأ انسان قدامها يمكن تتعاطف معه وعشان انت تشوفينها كانسانه فمرات احس يعني مثل ما تقول مش نايفتي مو بسذاجه ولكن الانسان يشوف الصوره الاشمل انه يمكن هالطفل ولا هالانسان اللي ياسحين تصرفاته وافعاله خاطئه في قصه وراها بس تعلمت درس كبير قوي الـ ريسنتلي في حياتي انه هاف ذا كومباشن بس دو نوت الاو تاذيك هذا السذاجه هاي نايفتي لا دي مش نايفتي هي أكتر من نوت سيتنج باوندريز واكثر من um, لا يغير الله قوم الا بغير من انفسهم فانا ما اقدرش اغير حد ولا اقدر انقذ حد ولا اقدر اجيب حد من من تحت واطلعه فوق فانا دايما بلعب دور مع كل حد في حياتي مش مفروض العبه and this is what pisses a off. ان انا I want to help everyone وممكن اجي على نفسي عشان اساعد اللي قدامي بس اتعلمت دروس قويه التو ييرز اللي فاتوا اللي الـ انا مش غ... مش مش دوري ومش مسؤوليتك ولا مسؤوليتي empathy از جريت يعني ان انا افهم اللي قدامي و... وايه اللي مرّتي بيه او ايه اللي مر بيه ده ده جميل واتعاطف معاه ذس empathy امباثي صحيح Which is جريت اوكي ستيب اعلى من سمبثي يعني انا عندي امباثي معاك ان انا عارفه ومقدره وات يو went ثرو بس ان انا اخليها تاذيني انا ان ريتيرن هنا بقى اللي انت قلتي عليه باوندريز دي اهم حاجه في البني ادم عموما صعب حق الانسان اللي وايد عنده تعاطف هالحدود مش سهله صح لازم ارسل لك الفيديو لا رهيب رهيب, <applause> رهيب رهيب الفيديو انا سالتك اه, آه لحظه صافي. انا نسيت انا بليد. عندك انت نحن عشان لفينا عليك انت آه صح اوكي تفضلي ها وات يو ريلي ادماير اباوت مي ايه اكتر حاجه بتعجبك فيا؟ أه الخير اللي بتعمليه I really admire that مناز بتعمل يعني كل شهر عن اما بتحط على إنستجرام، يا اما بتحط على بينها وبين صحابها بتلم فلوس ودايما بتعمل خير اكبر منها بكتير يعني كل شهر بلاقيه مثلا I have this case I have that case بقول لها مناز are you sure about this case او لك ازاي؟ قولي لوحدي هما بيوصلوا لي but i really admire that and i always look up to her and she's always taking action to give more mm. and initiative there yani giving money charity is easy but it's not um, It's not with the the level that she does it with in here one one-on-one with each case mm. and uh, i really admire that you're very vocal about it on instagram yani a case of kaza kaza kaza, kaza an urgent uh, uh needed kaza and then when بتجمع فلوس او بتساعد البني ادم او ال situation دي بتعمل فولو اب mm. يعني بتقول حصل واحد اتنين ثلاثة فبتخلي ناس كتيره قوي to look up to her and to admire her and this to me I always have it in the back of my head انه بتجر بتجرني معاها في الحته دي وبتجر ناس كتيره قوي معاها ف I really admire this about you. Thank you. I, 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 I don't like to be vocal about it الا في حاله واحده بس I feel that my sister and I are very blessed with the us and success and fame, even if it's on a small level, must mm. So either you sign a deal with the devil or you sign a deal with God. Please <laughs> not. And you have this uh, power to influence people, you have to lead by example, or at least in my books. <applause> واللي باي اكزامبل مش اشتري البس ايه عشان كل حد يلبس زي او او حتى الخير اللي بعمله على الانستغرام مش عشان اوري الناس انا بعمل خير على قد ما تنسوش في ناس تانية محتاجه اكتر مننا عايزين تنجحوا سر النجاح هو الخير مش قد ايه انت شاطر وقد ايه انت كول على انستغرام It makes your worries and your problems seem nothing. next to the cases اما بتشوفها وناس بت, بت, بتدخل ناس فيها بتحس اللي هو انا كنت متضايقه على حاجه عبيطه قوي يعني الحمد لله ف it always humbles you in a way mm -hmm. it makes you feel like الحمد لله على اللي عندي لو هي مشكله كبيره او صغيره في ناس ثانيه اوحش. صح so. ف this is something that's very important برضه with giving you know. What really annoys you about me? <laughs> <laughs> annoys you. Unlike uh, a... سيء it. لا it's, it's a it's a cute thing. <laughs> Because is really one of the things that annoys me. When I mean, to, to any local. This annoys me. In Paris, speak French. No, wait, 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 wait. she doesn't French she doesn't speak And then we start conversing with her in French. it's time where you have to say you don't speak French. I'm waiting for a reaction. She can She can't stop. But no. but no. I, I understand. This applies in in, yeah. well, in yeah. doesn't mean you can no. speak it though. <laughs> exactly. But I have the accent. I, mean, I can get away with it. After that. A little bit. Not mature enough. But I try. Mm. All the time. Italy, same thing. And Spain, same thing. So you can imagine. Baa, when it comes to So that annoys me. I know what that. You know what that. She cringes. I think everyone knows that, this yeah. knows <laughs> that annoys me. Marat, Ayora. Mudiva. حد كان تعبان فمضيفة بتجري جماعة جماعة اي حد بيكان فرنش انا ايوه ما صدقت هاي فانا هي. جاي ارفع ايدي رحت بقول لها رحيت <applause> لا هي آية. رحت لا انا رفعت ايدي إي اه قالت لي بتتكلمي فرنش فانا طبعا هقول اه عشان انا لازم اقول اه فراحت ايه عملت ايه؟ جايه عملها اه راحت قالت لها رحيت آية لا ما بتتكلمش <applause> أنا آسفة هتضحك عليكي هي ما بتتكلمش إيه فرنسي فبليز روحي شوفي حد بيتكلم مع الطيارة خلاص يعني رحت بصيت لها فاكرة تكسفيني أنت بتكسفيني يا جماعة قالت هتروحي تعالجي واحد بالفرنسية وأنت ما بتعرفيش تفهمي هتكسفيني إيه أنا هتكسفي الراجل عيان <applause> والطيارة كويس أنا بسميها سالكة تسليكة يعني سالكة يعني هتحطها في أي سيتويشن هتطلع منها فهمت الشخصية يعني هي سالكة يعني أنا 1 2 3 اللي هو هقف في آه. الطابور مثلا <applause> وناس طابور ايه مش هو ثالكة يعني بس انت بتدي تبي كده تديت خربتيها؟ طبعا اه ماي لا وتيجي تقولي منازل يو بي فيري براود اوف مي وقفت في طابور في المطار النهارده وعرفت اعمل كده برافو خوش اوكي يا ايس وات از سمثينج يو فيل اور ريليشن شيب از لاكينج ممكن اعمل ايه عشان احسن علاقتنا؟ انت رحتي للبعدة اه ده هو شيء لك تفتكري ايه اه تفتكري في ايه ناقص في علاقتنا؟ ان انا وانتي نعرف نفرق امتى تو بي فريندز اند امتى تو بي سيسترز فور شور الجواب حلو صح And I think لو انا وانتي we master this <موت> مش هنتخانق <هدخيني> <Led grit> ابدا آه او هنتضايق من بعض عشان friendship <applause> <applause> Uh, في خط ما تقدريش تعديه مع your friend. Mm -hmm. uh, ربنا معاكي بقى بس دي نصيحتي بس انا وانتي كنت ما بعض وبنهمش في بعض. بس mm -hmm. other than that I would not change anything. Mm -hmm. انتي أكتر واحدة <applause> 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 so, make our relationship even better? ممكن أعمل إيه عشان أحسن عبت. ولا هيك. You are perfect the way you are. I keep trying. it it I Hey, but i be friend, sister because I know sometimes as a friend I can be annoying. I know, it's hard, it's not I know. That's that's Okay, What is the most important life lesson you learned from me? ايه أهم درس في الحياة تعلمتيه مني؟ أنا تعلمت منك؟ Calculated risks. يعني حاجة بحترمها فيها بس هي مولاي دايما عشان أكبر مني بسنة فهي بتمر في حاجات فأنا بشوفها فبتعلمها على طول. فممكن إن أنا أجس النبض قبل ما أغفل. so you know when you like the water mm. dive? Oh, before diving into diving deep Munez is the dive deep type of person mm. and i like to calculate my risks and try to uh, see situations get like how to play out so i think I, I took that from you Oriani. it's in a way of your life experiences or learned to in reverse if that makes any sense true بس لو كالكوليتد ريسك هي من نوع انت تقولين شي دايز على نو ما ذاتس وات ام سينج ان انا فروم هير اكسبيرينسز انا تعلمت اعمل العكس العكس اه اوكي او تبقى كوشس اكثر يعني وقبل ما كنتي؟ يعني ساعات ساعات يعني عامة انا واختي واخويا وير فيري ريسك تيكرز جامدين ممكن اخذ ريسك عادي مميت يعني طالعين لأرداد أو في دي. We're major risk takers. And we have the guts for it. بس with time كده ابتديت أخد calculated risks اللي هو بلاش عشان عشان <applause> بوسو <بصه> وناس. عايزين يحصل لنا زي اللي حصل. Have to be cautious شوية. Right? And it was just like an agreement كده ما بيننا لو حتى في شغل. اللي هو يا جماعة السنة دي مش هتبقى سنة الريسكس ليتس بي شوية calculated م -م. But in work and in, in business, uh, in person, okay? okay. okay. personal. okay. if i could put my heart in front of you right now, what do you think it would need to hear most and what would you want to say to it? حاسه في الفيز اللي انا وانتي فيه دلوقتي في حياتنا السؤال ده يتطبق علينا انا اسالك دي نوع مين تبي انت عكسينا قصدي السؤال لا يعني لو انت قلبك انت دلوقتي قدامي انا اي وود say one thing to it يعني هو انه مش عارفه اديكي نصيحه قوي دلوقتي علشان I think Touchwood زي ما انت قلتي السؤال اللي قبله باللي انا عديت بيه انت اتعلمتي منه ف اي very proud of you علشان you took الحاجات اللي عديت انا فاكر في الاول خالص ما قلت لك لو حاجه انا مريت بيها اكننا احنا الاتنين مرينا بيها والعكس م. So I think I would right now tell you I'm very proud of you, and God will always be around you. I'm 100% sure. It's no matter what happens, you're a strong I'm not worried blacks. I'm very proud of you. I'm very proud of the decisions you've been making lately, at the things you I'm very proud. I am. <laughs> Are you proud of me? Why? I'm definitely proud of you. Yeah, yeah. I feel like, last uh, uh, you grew so much as a person. Uh, Monez, uh, if you've known her three years ago, I'm mean, more than three years ago, she's a very different human being. Mm. in a social level, in a, in a spiritual level, in many, many levels. So, I do, I'm very proud of your transformation. و يعني على قد ما كل حد كان بيقول اه منذ ايام زمان كانت لايف اوف ذا بارتي ايه اللي حصل لمناز مش انا شايفاها بطريقه نيجاتيف خالص انا شايفاها بالعكس روح مناز زي ما هي بس موناس اعقل بكثير يعني اهدى اهدى يعني growing up موناس wild child ف really the last couple of years very wise on a spiritual level كمان that I'm very proud of thank you okay if this was the last time you ever see me yeah. wh oh. really? what would you want to say to me before i go i'm coming with you <laughs> <laughs> oh lord it's, that's a very dark one that's a <laughs> dark one mm, you and i love dark, dark. <laughs> that's very dark i'm coming with you oh, lord. مامي لو كنت قاعده هناك كانت ايه؟ مامي كان زمانها قاعده بعد الشعر بعد الشعر <applause> ليه يا أنس؟ ما على الحاجات دي بعد شهر بجد والله دي أكتر حاجة بترعبني يعني أنا ال ال Shy is a common model, I think any delay will uh we are no I don't want to talk about this. This is my biggest fear. <laughs> Actually no, I'm not gonna say fear I do not attract it but... best until you hit the nail, huh? Mm. I'm coming with uh holy, holy i انت عارفه هاو اي رياكت تو تو لوس تو لوس بس لوس اون earth يعني مثلا اف سمون ستيل الايف اند كيكينج ات جيتس تو مي اكتر من سمون جو يعني ربنا يفتكره ليه علشان اي هاف ذس انسين belief ان العمر فعلا مش بايدينا يعني انا مش انا اللي حتى امي وابويا ما جابوني هم ما جابونيش عشان برضو ربنا اللي امر ان هم يجيبوني فروحي مش بايد اي حد غير ربنا فاف هي تو تيك مي وين اتس تشويس فطبعا الحكمه دي والسكينه عشان تنزل على الانسان ذات از جريفنج يعني بتبقى ميركل من عند ربنا صح بس دايما اتس ايزير سيد ذان دون عشان هيجي بقى شخص حياتك او شخصين مش هت... مش ه... مش هتتخيل ازاي الحكمه دي ممكن تنزل عليك الا لو امر ربنا يعني الحكمه تنزل عليك فدايما اما بيجي the thought of who is the person i cannot live without the most um, it's you same <laughs> مش قاذه اي حاجه my brother my mom my mother my father my grandma are as equally important uh, بس انا بحس انه فعلا i'm not saying it انه انا we're doing life together فانا فعلًا mm -hmm. اصلا متنسين ف دايما بدعي انه whatever اللي ربنا كاتبه whatever it is انا مش هتدخل في اموره تبقى اكسبتد اند تيكن وذ ا لايت spirit whatever ايفر ات از ربنا يحفظك This is a very intense question. Yeah. Intense. It's just one question. I'm not going to go to the next one yet. ف... الحمد لله. ما في سؤال موجود بدون غاية. ما في سؤال غايته الثرثرة والجوسب والدراما. ما فيه. غاية كل سؤال تقوية للروابط بين الناس فنربلتي انفتاح عاطفي مشاركة عشان أنا اليوم عندي فرصة أخلي شخصين مفروض يحبون بعض يواجهون بعض يمكن بطريقة مختلفة عشان أنا اليوم المايسترو أقدر أجيب أسئلة يمكن أنتم ما سألتوها ولا تقول آه ما كنت أعرف أنت مريتي في هالشيء آه أنت فكرتي في هالشيء آه ما كنت أعرف هالشيء يضايقك فهذا غرضي انا فالغايه من هالسؤال بالذات وايد ناس يقولون انا مثلا سؤال قاسي أه بقول لك شو الغايه منها الغايه هي التذكير بالنعمه اللي عندنا عشان انت شو قلتي قلتي الاعمار بيد الله صحيح معناته ما عندنا اي فكره ان حتى انس بيكون عايش بعد خمس دقائق ولا عشر ثواني وهذا انا اتكلم عن حقيقه ما اتكلم عن راي يعني يا ريت كان عندي راي ما في راي ما في اي نوع من كنترول او سيطره في هالشيء يعني ابدا ف اعز الناس اللي علينا لا قدر الله نقدر نحصل مكالمة الحين حد يتوفى ويمكن بعد سنة ويمكن بعد عشر سنين ويمكن بعد ثلاثين سنة وأنا الشيء اللي دائما كان يخوفني المرة سمعت مقولة تقول you are one phone call away from falling to your knees وهالحياة اللي نحن فيها مكالمة واحدة حد يتصل يقول لك كذا 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 توفى وأنا أنا مريت شخصيا في هالمكالمات أكثر من مرة ويكسر الإنسان مع أننا نعرف أن هذا حق ويصير ومكتوب بس الإنسان قلبه الإنسان مشاعر فأنا شو الغاية أرجع للنقطة من هالسؤال؟ التذكير تعزيز للحب وتعزيز لروابط عشان حتى الشخص اللي الحين يشوف هذا ومخاصم أخته والشخص اللي مخاصم صديقه صح يقول يا أخي ما يسوى أنا ما أعرف هذا أنا أنا مخاصمنا الردي أسبوعين، زين شو لو مات؟ بندم على هالأسبوعين اللي كنت أنا أقدر أتصل له. فأنا هذا السؤال والسؤال مش انا اقول يا رب الله يعطيك طولة عمر ان شاء الله اثنيناتكم تسوون عيايز وللحين تقهرون بعض وتزعلون من بعض وتتضاربون وتبيعون <applause> شنط. <applause> آه ولكن لو السؤال انه هي هاي يبين لك مثل الفلتر ان انه لو هاي اخر لحظه انت تشوفينها هي اخر مره تشوفينها في حياتك شو بتقولين لها؟ شو مهمة تقولين لها؟ أوف, أنا The thought of it is uh, is getting me very emotionally يعني. and I promised the kids at of the office I won't cry so I won't. Yeah, it's, it's very intense. see you in Balahala. <laughs> It's an inside joke. Um, I like to believe that in are Ehna Earth for a time for what can assure me in you know, eternally a camel being close to my loved ones. is to be the best possible version of myself to God and for God. ف لو بعد شهر ده آخر يوم في يقين جوه قلبي بيقول لي انه هو مش اخر يوم علشان انا وانتي مش اخوات فيزيكلي احنا We're also sisters spiritually. Wherever will take me spiritually, Allah will be the one who will be this I who will this 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 sisterhood, this friendship, this pure, pure love between you and I, one will in the next life. I'm quite sure فلو ده آخر يوم تشوفيني هقولك لا تحزني هفضل بتكلم فرنساوي حواليكي My spirit will always speak French around you somewhere <laughs> Oh my god I don't want to think of this at all now. It's very intense You know what I would say ناس كثيرة قوي بتقول You're very lucky with أختين You're very lucky I don't believe in that But I would definitely say it. I'm very lucky To be your sister. Yeah, yani, I'm lucky that I spent, yeah, yani, life with you. <laughs> Don't cry. Life, uh, the experiences, the ups and the downs, the, the lows and the highs. I, I was very lucky, and I did it with her because it would have not been doable or possible or as fun and funny. And my person Same here, she's my person. Truth really is, you know what's so funny? Whoever we date or marry, they know they're not marrying one person, they're marrying two. So, all her exes would buy me gifts <laughs> on her birthday. Can you imagine? <laughs> not even my birthday, no, her birthday. Yeah. So, if it's her birthday, she gets two gifts, and they tell her, One for you, one for Munez. But they know, before they know me <laughs> as a person, and I have to exa Munez. Munez so, they Extra effort is not not done with me, it's, it's one done one with the is. sister always by uh, me too same with her same yeah. it's always the sister يعني <تصفح> it's funny actually it's very very funny شطارة يا يا او ماي جاد I promise I won't cry but since you hit a nail يعني هاي ام ناز اظن تعرفون بس بقول عشان تطلع من شخص ثالث تعرفون كم انتم محظوظين تعرفون كم انتم محظوظين ان هالشيء بينكم تعرفون كم شخص ما يحب اخوه كم شخص ما يتوالم مع امه كم شخص يكره ابوه انتو عندكم شيء الله يحفظكم يعني ولا واحد في المئة اظن صفر فاصلة واحد في المئة You know, um, I think I just said it. we're lucky we've heard it a lot mm. the word luck uh, محظوظة وناس اه uh, ايه محظوظة i'll repeat what mm. has been said to us over the years mm. ايه ده انتي مش متجوزة ربنا ما بيديش كل حاجة ايه ده انتي رفيعة وحلوة بس شعرك ما هو ربنا ما بيديش كل حاجة Ah Beyonce lives at Chantetco. The Fa came. All our lives, people have misjudged the two of us because we choose to remain private. asf. Remember when I told you we have a very like a high wall guarding ourselves? It's because we have went through a lot as uh, as sisters. And we don't feel like we're in a place to share what we've been through, because it's it's our private life. But rest assured, this bond we have is real because of what we went through together. فربنا sacrifices min the way family and حاجات كتير عشان to inspire generations to come to break global stereotypes of what an Arab woman should entail while some girls back home trabu find the perfect partner look for the right dress uh, dream of your wedding and i had much bigger dreams of ايه رسالتنا على الارض اكيد الرساله مش ان احنا شنط it's what's beyond it it's the, the faith of achieving something that no one believed is achievable mm. no one and i kid you not no one till this day people have their doubts and until this day no matter how much it shakes us we look at each other and we smile and be like remember five years ago? ربنا لف 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 تاني في نفس الحته and I know it's going to keep going up and down عشان مفيش حاجه <applause> فعلاقتي بيا انا وهي فعلا عوض وهديه من عند ربنا شغلنا هديه it's a measure والايمان that collectively we share together ashen yeah. when you manifest manifest mahat of power is the power of two, two is, is very strong yeah. لو... same applies yeah. same rule of energy when you manifest with insane belief together and now our brother so vita later magic happens it really does so it's not luck so but, but yani aside from work we are lucky to, to be uh, siblings and i'm very lucky to be your sister i don't, call, I don't believe in luck and I, it's, it, it's, it's, it's a good thing we love each other and it's quite rare, and not quite rare but It's quite but in some situations it's not always the case it's not luck mm. it's the way your mom raised us The way your dad شوفي هل It's أنا يوم قلت محظوظين ما بغير الكلمة عشان في أشياء أنا هل نفس الشيء لسه أفكر في هال في الكلمة هل نخلق الحظ أم في ناس محظوظين في أشياء في هالدنيا تينا مثل ما هي قالت منو أبوي ومنو أمي ومنو أخوي ومنو, أخوي ومنو أختي هذا أنا أسميه حظ ورثت فلوس من ما ادري واحد توفى ما ادري وين حصلت ارض حظ انا في رايي ففي بعض الاشياء اقدر واحد طلع طويل واحد طلع قصير واحد طلع لونه شيء واحد طلع بسرعه يمتن واحد واحده بسرعه تضعف هاي حظوظ اسميها اسمها؟ نصيب مش حظ نقدر نسميها نصيب لو تبين نو no, هو لك فرق كبير قوي بس أه. when you say luck this is بتخلق جوه الناس غيره يعني عدم رضا اللي م. عندهم او مش عندهم thats why i do not use the word luck م. علشان human tendency انه بطبعة الانسان يبقى ضعيف مش قوي اوكي وربنا خلقنا كده عارف كده صح فما نوع نستخدم لك 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 اللي هيحصل ايه انه ناس تانية هتبتدي تشوف نفسها unlucky امم فبالتالي they will be demotivated <متحدث> فبالتالي عدم رضا فبالتالي ممكن بعد كده يبصوا على اللي مش عندهم غير بصوا أو مش يبصوا their potential of growth or attaining what they really want they will restrict themselves because of the word luck you can always reverse it برضو يعني نصيبك لو حتى gave في حاجة make use of what you have we made use of what we have صح يعني احنا لو كان ده ال, ال situation بتاعنا وانت Uh, يعني all our circumstances are predetermined, صح؟ يعني ده ممكن you would say it إن ده حظ بس the way I interpret it and the, what I make use of it at the end of the day what counts exactly مليون في المية فممكن في الأخر إن أنا مثلا زي ما أنت قلت ممكن حد يبقى محظوظ عشان طويل والطول ده ممكن يجيب له حظ حلو بس ممكن إذا إيه استغل استغل طولة. وممكن الأسر يبقى مستغل إيه استغل. صحيح إكزاكتلي exactly. so there two situations You make, make your own luck. We you, always say that. I always exactly. فهني <applause> ال you النقاش النقاش إنه في بيت ثاني فيها آية مناز بس اسمهم أسامي ثانية الله عطاهم عائلة حلوة متربية بس ولا واحدة تبى تساند الثانية ولا تقول خلي أختي أختي وايد غير ولا ما أحبها وسخيفة فما يبنون هالعلاقة وما يستثمرون مع بعض ما في إيمان وما في على إيد واحدة يشتغلون فيه وفي آلاف من هذيل الأخوات بس في بعدين انتم الاثنين اللي تقولون اوكي صح يعني وي بن ديل ذيز كاردز بس وات كان وي دو وذ ذم صح يعني حتى مرات يعني الواحد المآسي يقدر يستعملها كحظوظ <applause> انت تقول هذا حظ سيء كان في حادث سياره ولكن الحين هو طاح في هالحادث السياره الحين يقدر يقول هل احس ان انا انسان مش محظوظ وصح حظي كان سيء في هاللحظه ان انا حد دعمني، شاحنه دعمتني. او اقدر اخذ هالتجربه وهالصدمه وابني منها قصه والهم ناس ولا اساعد ناس ولا افتح جمعيه خيريه ولا 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 ولا. فواحد واحد يجلس في البيت اكتئب ما مات، واحد راح فتح معهد ولا ثقف ولا استوى منتر ولا استوى طبيب. نفس نفس الحظوظ. نفس thing the only two things إنت عندك control over as a human being on earth is the way you control your thoughts mm. and your prayers because mm. prayers change your luck or your destiny. Okay. And control is what you make of your thoughts is what pushes you تطلع الصح من الغلط أو الغلط من الصح. فالإنسان بصفة عامة هو ما عندوش أي control إلا الحاجتين دول mm -hmm. ولو عرف ان هم دول بس اللي عنده هيبقى at peace بحاجات كتير If I would add حاطة. it's your thought your thoughts and your attitude mm. عشان your thoughts are they could be negative they could be positive uh, it's very controlled here I can control positive thoughts واحلم بحاجات حلوه دايما و I will attract this happy thoughts that I have But controlling your thoughts is number one. Number two is your attitude. If you don't get what you want mm. in terms of مثلا your prayers ومرا ما جت ما هو مش your attitude about the way you accept it will completely change you as a human being For these are the control that i always believe in amatan fel your thoughts and your attitude w da el hayhakem haga kteera in your personality fel akhir your character hala attitude di ba prayer kam da عشان لما ما جالكيش انا في ساعه اخر ساعه يوكين اتفضل <laughs> if in twenty years we are both married and have children, and God forbid, I pass away before our, our children grow up, and one day they come to you and tell you, "Tell me about Mama. <laughs> 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 How was she? How would you describe me to them?" <laughs> Interesting. <clears throat> I'll take it lightly. Take it um, very lightly. I'll uh, <laughs> you <مميز> أنا بسأل <مثالش> السؤال <applause> <تكلم> عشان هي من النوع اللي انزين الله يطول في عمركم. الحين شوي غير عن السؤال اللي قبله. انتم كبرتوا يس وعندكم أولاد عندكم أزواج. هي راحت قبلك. الحين ما نعرف أنا أروح قبلكم من يروح قبل ما نعرف. أوكي. وأولادها ولدها ولا بنتها إن شاء الله. بعد الوفاة بفترة يجون عندك مم. كالأنتي يقولون بليز تيل مي أبوت ماما ديسكرايب هير ماما إز دريمر فري <applause> سبيريتد <applause> <applause> مجنونة <تصفيق> معلش عارفة ما بتحبيش حد يقول عليك كده بس طقه يعني من واحنا صغيرين اي سيتويشن عملنا حاجه مجنونه كانت فكره مناز ف دارينج سنس اوف من هنا لحد بكره يعني انا ما مو... بضحكش على حد على حد في حياتي قد <applause> مناز <applause> ممكن بصه واحده تخليني اقعد مثلا نص ساعه بضحك عادي ف قلبها أم... لسانها الصنع... قلبها لسانها ف what you see is what you get مش مش هتداري على حاجة و و her character can literally light up the entire room <applause> because of how free spirited she is و ما متخدش... she doesn't take no for an answer she'll get her way <applause> و يعني أكيد they would know أحلى أم في العالم عشان بتعامل الأولاد اللي حواليها whether they are the children of our friends uh, very motherly but, yeah. uh, God knows ما عندهم كم سنة بس يعني should definitely be aside from work and character and charisma uh, a heart that's full of gold heart made out of gold yeah. you promised me you will name her Munez to keep the legacy Ma oh she has us uh, not gonna happen once <laughs> يعني جروينج اب كانوا بيسموها مايونيز واسامي يعني ايوه بس اتس يونيك نيم كيف ذا ليجسي كيف ذا شو اسم الوالده؟ مايو مايو؟ مايا مايا <applause> خالتي مايا سوري <applause> اسمحي لي يعني بس يعني اتمنى فهمتي الغايه من السؤال والله يحفظ لك بناتك ولدك ويحفظك انت بعد ثانك يو ليديز

من اكثر الاشياء اللي لها ضمان في الدنيا يمكن اكثر شيء في ضمان في الدنيا بس ما نتكلم فيه في وايد في وايد مواضيع خصوصا في المجتمعات العربيه مهمه جدا بس نحن نتغاضى عنها ما نبغى نتكلم عنها بس بعدين ناكلها <applause> صدق ناكلها من الصدمه والتراما والتعب وال... عشان ما نعرف نتعامل معاها وانا جدا مؤمن بالتذكير عن الموت وبالتذكير مش الهوس ما نكون وسواسيين ونخاف مثل ما تقول عشان الواحد ما يجذب الشيء التذكير من وقت لوقت لو تقولين اوكي انا الحمد لله على النفس عن اللي عندي والصحه اللي عندي والحبايب اللي بيني والحب اللي اشعر فيه يعني يذكر الانسان ويخليكم مع بعض تحبون بعض وتحتفلون بعض بس يو نو واي dont like to think about it. برغم اي حاجه بتحصل لي سوت لك نيه بتخاف هو جبتك شو؟ رجعت رجعت وين راح <ت com> صوتها؟ <applause> <applause> On <applause> a personal level I've been through a lot and whatever I go through I always go back to being thankful for my sister. And I've been through a lot of very difficult stuff. So when I always go back to being thankful for my sister it's always my the the point of thankfulness. to think of otherwise my mind برغم how spiritually elevated I try to be cannot fathom yeah. how to surpass the pain of something like that فبدعي yeah. Mm -hmm. ربنا that I never go through this أصلا <applause> you know we will all go through it unfortunately I know, but not now <applause> Lord please. لا لا عشان شي أقول يا رب <applause> يعني أنا I don't mind يعني الفكرة أن نكبر وواحد يروح قبل الثاني عادي بس نكبر خلنا نعيش صح خلينا نطلع البوتنشل اللي عندنا خلينا نستمتع نضحك وبعد هل هل الامل الوحيد اللي عندنا تعرفين